مي العيدان تكشف حقيقة الخلاف بين شذا حسون ورحمة رياض، ما بين تداول نسخة من تعليقها الصادم ونفي منها على منصات التواصل الاجتماعي، ورط مقطع بث فيديو حي الفنانة شذا حسون في تصريحاتها الصادمة ضد مواطنتها رحمة رياض. ويبدو أن ما نشرته صفحة قاضي المشاهير سيكون شرارة لاشتعال الأزمة مجدداً بين النجمتين، حيث وقع بين الفنانة العراقية شذا حسون ومواطنتها الفنانة رحمة رياض بعد أن وجهت الأولى تعليقاً بلفظ خارج عن حفلة الأخيرة منتقدة صوتها. مي العيدان نشرت عبر حسابها الشخصي مقطع فيديو أكدت فيه على عدم استخدام شذا حسون للفظ خارج تجاه رحمة رياض في التعليقات على حفلها الأخير، مؤكدة أن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة. وخرجت الفنانة العراقية شذا حسون عن صمتها إزاء الجدل المثار حول إساءتها لمواطنتها النجمة رحمة رياض، وذلك بلفظ ناب وخادش للحياء في تعليق مقتضب دونته على فيديو بث مباشر من حفلة الأخيرة. وأوضحت الفنانة مي العيدان في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها تواصلت مع شذا حسون والتي نفت الأمر تماماً، مؤكدة أن التعليق مزيف. وتابعت مي العيدان توضيح للأهمية تواصلت مع الفنانة الجميلة شذا حسون وأكدت لي أنها من عاشر المستحيلات أن يصدر منها هذا اللفظ والتعليق، لا ضد رحمة رياض ولا غير رحمة رياض، وأن التعليق مزيف عن طريق الفوتوشوب، وطالبت بعدم تداول الصور المزيفة مجدداً لأنها غير حقيقية، قائلة فرجاءً عدم تداول البوست المزيف لأنه عاري عن الصحة وغير حقيقي، والله يحفظ بنات العراق الطيبين. ونشر قاضي المشاهير عبر صفحته الرسمية على تطبيق إنستغرام صور من فيديو لبث حي تشير إلى أن التعليق غير مفبرك، وأرفق الصورة بتعليق اليوم وصلني كتير سكرين شوت مختلفة عن تعليق شذا حسون على لايف المصور عمر منير على صوت رحمة رياض. وشذا حسون تواصلت مع الإعلامية مي العيدان وقالت إنه الصورة فوتوشوب. لقب نجمة العراق الأولى هو الذي تسبب في أزمة كبيرة بين رحمة رياض وشذا حسون، وهو اللقب الذي تنسبه كل واحدة منهما إلى نفسها. تصريح شذا حسون لاقى ردود أفعال متباينة من الجمهور، الذي أكد البعض تطاولها بتعليق على فيديو البث المباشر للحفل، خاصة بعد الخلاف الذي اندلع بينهما على لقب نجمة العراق الأولى. وجاء في التعليقات هناك من يريد تسخين الأجواء وتظهر رحمة الأفضل من جميع النواحي، صوت وإحساس، أخلاق، جمال، رقي وثقافة. وتعليق آخر جاء فيها لا مش الصورة حقيقية، لا فوتوشوب ولا شيء، والولد اللي دخلت البث مالته شذا صديقها مصور، وأعترف إنه حساب شذا اللي دخل وكتب باللايف. خلاف شذا حسون ورحمة رياض. بدأ الخلاف بين شذا حسون ورحمة رياض بعد أن ردت الأخيرة على سؤال وجه لها في أحد اللقاءات التلفزيونية، مؤكدة أنها ترى نفسها نجمة العراق الأولى. تعليق رحمة رياض أثار غضب شذا حسون التي كان يلقبها جمهورها بهذا اللقب، وهو ما عبرت عنه في عدد من اللقاءات التلفزيونية والصحفية. وأطلقت العراقية شذا حسون مجموعة من التصريحات الجريئة عن أحلام ورحمة رياض وأروى، وذلك ضمن برنامج ليالي الكويت، عن زميلتها رحمة رياض مؤكدة أنها ليست صديقتها وليست على خلاف معها، بل كانتا متسابقتين ببرنامج مواهب فقط، حيث اعترفت بأنها قالت فعلاً أن صوتها لا يصلح للغناء بل تمتلك موهبة التمثيل. الفنانة رحمة رياض من مواليد 19 من كانون الثاني لعام 1987، عمرها 34 عاماً، وهي مغنية عراقية. ولدت لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة، والدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنياً رياض أحمد. شقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض التحقت بالدراسة في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان، ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر. أحبت رحمة رياض الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها، وقد شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية.
23 من مايو عام 2021 أعلنت خطوبتها من الممثل العراقي إليكساندر علوم، وفي 6 من أغسطس لعام 2021 عقدوا قرانهما في حفل بسيط وبحضور أهلهم ومقربيهم. احتفلت النجمة العراقية رحمة رياض بعقد قرانها على عارض الأزياء إليكساندر علوم بحضور عدد من المقربين والأصدقاء. ونشرت رحمة رياض فيديو لها أثناء عرض القران على حسابها الرسمي بتطبيق إنستغرام. ظهرت فيه مع عريسها إليكساندر علوم في مكان يشبه الحديقة وسك التسقيف من الحاضرين. أما شذا أمجد حسون من مواليد 3 مارس لعام 1981، ولدت بالدار البيضاء بالمغرب وتبلغ من العمر 40 عاما. هي مغنية عراقية مغربية اشتهرت عبر فوزها بالموسم الرابع من برنامج المواهب ستار أكاديمي سنة 2007، وتعتبر أول أنثى تفوز بالنسخة العربية من البرنامج حاليا. وتعد شذا حسون من أشهر المغنيين في العالم العربي وتعرف بلقب بنت الرافدين. لديها أخ أصغر منها اسمه وائل. درست شذا أدب إنجليزي في العاصمة الاقتصادية المغربية الدار البيضاء، ثم واصلت دراستها الجامعية في تخصص إدارة السياحة والفندقة. بتشجيع من والدها شاركت شذا في مرحلة المراهقة في مسابقة نجوم والنجوم الغنائية على قناة دوزيم المغربية، وحازت على المرتبة الثانية على مستوى المغرب. وبعدها أحبت أن تشارك في مسابقات على نطاق الدول العربية، فتقدمت على برنامج سوبر ستار بالنسخة الثانية على قناة المستقبل اللبنانية، ووصلت للمرحلة الثانية ولكنها فشلت في اجتيازها، فعادت لباريس لتكمل دراستها هناك بطلب من الأهل الذين كانوا يصرون على التعليم والعمل أولاً. وشاركت الفنانة العراقية شذا حسون بعيد ميلاد صديقتها الإماراتية مهيرة عبد العزيز في دبي. وكشفت مهيرة خلال حفل عيد الميلاد أن موعد زفاف شذا قريب، فعلقت: أصدقاء وجيران كمان وعم نحتفل بعيد الميلاد وقريبا بزواجها. هذا الخبر جاء بعد إطلالة الفنانة العراقية في حفل بابل في بغداد بفستان أبيض، حيث قالت خلال مقابلة مع إي تي بالعربي أن لون الأبيض فال خير ويمكن أن تصبح عروس قريبا. والجدير بالذكر أن شذا حسون لاحقتها العديد من الشائعات سابقا على زواجها مما أغضبها حينها. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.